اهلا وسهلا فيكم مرة اخرى. زي ما حكينا احنا بدنا نعمل مجموعة فيديوهات، وهذه الفيديوهات تشرح عن برنامج الحناوي، البرنامج الذي تأسس كبرنامج من 2005، اما شركتنا تأسست من 98. وزي ما كنا نحكي بتسجيلات سابقة، بدنا نعمل شروحات عن كل نظام من أنظمة برنامج الحناوي، ملخص موجز عنها، واللي بده يستفيد من هذا الموجز العميل، وأكيد بده يستفيد منه العملاء المتوقعين. يعني من يرغب بالاطلاع على نظام معين بنقول له تفضل، هذا هو بده يكون مفيد لك مشان يعرف شو فيه موجود عندنا. والمدرب المعتمد أيضا اللي قاعدين بنزيدهم ونتفق معاهم مشان نعطي سبورت اند تريننج لبرنامج الحناوي، واكيد دائما نعطي اهتمام للطالب والطالبه اللي متخرجين جداد او الباحثين عن عمل مشان يستفيدوا ويتعلموا، واحنا نتوقع منهم انهم يتعلموا ويدخلوا ويشوفوا البرنامج. اليوم بدنا نتحدث عن نظام اخر، هو صحيح المنيو تبعته قصيره ولكن محتوياته قوية، وهي مساندة لنظام الحسابات. بدنا نتحدث عن الأصول الثابتة، وهي كما هي قائمة الأصول الثابتة موجودة عندنا هون، طبعا زي القوائم الأخرى. نظام الأصول الثابتة، نظام تبدأ من إنشاء أصل، ثم قائمة الأصول كشف، ثم شراء أصل. شراء الأصل طبعاً بيتم من إيش؟ بعدة طرق، ممكن شراء أصل نقداً أو بشيك أو بتحويل بنكي، أو شراء أصل على الحساب من خلال الدائنين أو الدائنون، تمام؟ هلأ قبل أن تتم عملية الشراء وقبل أنه ما نيجي نفتح هون، لازم المستخدم، بدنا نركزه، لازم المستخدم يجي على إنشاء أصل جديد، لازم يسجل بياناته من هنا، وبعدين بيجي ببلش ايش عملية الشراء، تمام؟ هلا احنا في عنا كمان الصيانة، الصيانة الأصل، هذا هي صيانة الأصل، الصيانة والشكاوى وكل معلومات وأمر عمل، والصيانة تؤدي إلى فاتورة نقدية أو أجلة. طبعا هون الأصول الثابتة، أوكي، إذا بدنا نعمل الصيانة وبدنا تشتغل، طب ليش بدنا نعمل فاتورة نقدية ولا أجلة؟ طب ما احنا قاعدين بنشتغل على هذا اصول الشركه، كيف بدنا احنا ندفع للشركه؟ بنقول لك بنطلع فاتوره اذا كان هناك اقسام او مشاريع لهذه الشركه، زي ما احد العملاء قبل شوي كانوا يعملوا له ديمو الشباب، اوكي، بدي يوزع كل المصاريف على المشاريع، فهذه من ضمن الاشياء بدها توزعها على وين؟ على المشاريع. اوكي، فبدك تعمل فاتورة وتوزع. اوكي، طبعا في عندك ايش؟ انشاء فاتورة عن تأمينات الأصول. ايش انشاء فاتورة عن تأمينات الأصول؟ هذه يا جماعة طلب مننا زبون كبير عنده ما شاء الله عشرات الألوف من الأصول الثابتة، فطلب مننا هذه الشغلة لأغراض الرقابة، واحنا طبعا أي شيء أي زبون قلنا رقابة نركض ركض. ليش؟ لأن هذا بتقوي البرنامج، الملاحظات اللي بعطينا إياها العميل بتقوي البرنامج، وإحنا كل الجهود اللي عملناها هي جهود المبرمجين، جهود الموظفين الحاليين والسابقين، وضعت خبراتي قد ما بقدر في البرنامج، وأيضا أهم حدا كمان ملاحظات العملاء، وفي عملاء ما شاء الله يعني بعطونا ملاحظات ضخمة ودائما نغذي البرنامج. شو قصة التأمين هذه؟ هاش قصتها؟ هذا قصتها يا جماعة انه عملنا هذا المليون كرمال انه لانه عندهم آلاف الأصول، والتأمين مشان يضمن ما يصير تكرار للتأمين وتحميل العميل بقيمة التأمين، فكل شيء بيشتريه بروح بصب وين؟ بصب هون، اوكي؟ فلما بده يسجل فاتورة التأمين ب
بيجي بيختار فاتورة الشراء من هنا، إذا ما لقيها هون معناته خلص كان هو إيش؟ مطلع فاتورة ومخلص، يعني إيه شركة التأمين أرسلت له أرسلت فاتورة، ليش بعتوها مرة أخرى؟ نيجي على تحويل الأصل من هنا، تحويل الأصل إنشاء وطباعة، ثم التخلص من الأصل من هنا. أوكي؟ يصير أحكي أول أهم شغلة، نتبع طريقة القسط الثابت. نحن نتبع طريقة القسط الثابت في الاحتساب. وطبعا في إعدادات كبيرة جدا للأصل. عندك تخلص من الأصل، وزي ما حكينا بالتسجيل المحاسبة أنت لا تعمل أي قيد بإيدك. ممنوع تعمل قيد بإيدك، كل شيء موجود هنا وكل شيء بنعمل. طبعا إذا بعنا الأصل استبعاد ممكن بعناه. بعناه، أوكي؟ هون فاتورة نقدية ما جرى بيع الأصل أو تحويل رصيد حساب الأصول المستمرة. الآن عندك معلومات إضافية مركز المساعدة وهذا. زي ما حكينا في كل تسجيل في عنا أربع أشياء بنفرجها للعميل. أولاً القائمة هون. ثانياً الملف. ثالثاً التقارير هنا. ورابعاً التأثير للحسابات الموجودة. الآن بدنا بس نلقي نظرة على إنشاء أصل جديد نعرفكم فيها. إنشاء أصل جديد عندك كل هاي المعلومات شايفين هون تفاصيل كل شيء معلومات هنا دروب داون مهمة هاي بعدين بيانات شراء من هون طبعا بيانات شراء لازم تقول هذا الأصل جديد ولا مستعمل لازم تحدد إذا كان جديد أوكي أو إذا كان مستعمل شو الفرق بينهم إذا كان جديد ما في له رصيد افتتاح للاستهلاك إذا كان مستعمل ونكبس هون مستعمل أوكي فأنت بتيجي على هون تعطي الرصيد الافتتاح للاستهلاك طبعا إذا وجد هو قد يكون مستعمل أوكي ولكن ما لهش رصيد افتتاحي يعني اشتريته اليوم مستعمل بحطه مستعمل تمام هلا اذا ما له رصيد افتتاحي او له رصيد افتتاحي من بسوين هنا اذا في له رصيد افتتاحي بيعمل ايش الاحتساب هلا لما تروح على الاستهلاك طبعا لازم احنا نعبي المعلومات هون نعبيها كل المعلومات مشان نيجي نشوف ايش الاستهلاك الشهري قامت صور الاصل التامينات من هون ناخذها شايفين هون التأمينات كل شيء تفاصيل وهون جدول كل شيء التراخيص مثلا من هنا فرجيتم إياها كمان مثلا تقييم الأصل من هنا كمان هون مهمة هذا الأصل مع مين السيارة أو الكمبيوتر أو اللابتوب هذا مع مين بيكون هون رقم الموظف البيانة تمام شو في ضمانات على الأصل أوكي وشوفي كمان تفاصيل أخرى ما هي التفاصيل الأخرى يعني نعطيك 16 خانة أن تعمل تعريف إضافي مثلا لون الأصل حجم الأصل طول عرض كذا كذا أنت تعبي هذه المعلومة ملاحظات أخرى إذا تأخذ من هون أوكي هلأ شو قصة العقارات والكراج ليش موجودين هون لأنه في عندك هون في من ضمن المنيوز إذا تم ربط العقار مع الأصول الثابتة في ضمن المنيوز اللي فوق ها بتلاقي موجود هون وإذا هذا المنيوز هاي شايفين هاي إضافة الأصول الثابتة إلى قائمة السيارات أوكي إذا هذا أو طبعا هون مركبات المعدات المقصود فيها لأنه للكراج هون هاي للكراج إضافة الأصول الثابتة إلى قائمة العقارات هاي هون إيش العقار والله يا جماعة مش هنطول وما ننسى يا جماعة كل فيديو فيه بقلبه تسجيلات كل فيديو فيه بقلبه تسجيلات وفيديوهات شرح كل شاشة فيها هذه الفيديوهات أوكي الآن احرص تعرضنا مين قائمة الحسابات الآن بدنا نروح على وين على الملف ونشوف شو فيه الملف الملف نيجي نطلع على هون ومنيجي على وين على الأصول الثابتة
وبنلاقي انه في هون ايش؟ سحب للاصول الثابته. وخلينا نلقي نظره سريعه عليها لانه بهمنا تشوف هون سحب الاصول من اكسل. تختار نوع الاصل مستخدم ولا جديد، وهون بشرح لك كل العمليه. هذه بدها انتباه يا جماعه، اوكي؟ هون انا بعطيك سامبل مشان تنزل اكسل، او اختيار تاريخ اختيار اصل، يعني يا بتاخذ مستعمل او كذا، او بتاخذ ايش؟ انتهاء الاصل، يا بتاخذ تاريخه يعني انتهى بتاريخ كذا وبحسب الفتره، او عمر الاصل 5 سنوات 5 شهور بتاخذه. وهذا جدول هون بيساعدك، اوكي؟ هذا ايش يا جماعه؟ الفكره تبعت ايش؟ الاصول الثابته سحبها. طبعا في عندك شغله ثانيه هون مهمه على الطريقه الاخرى، وهي ايش؟ صيغه التاريخ المستخدم في الملف. يعني لما انت بدك تستعمل لازم تحط اليوم الشهر او السنه، او ممكن تصير عندك الشهر واليوم السنه مشان ما يصير كونفليكت، ما يصير كونفليكت، تمام؟ يفضل تستعمل بهذه الطريقه كتابه التاريخ. طبعا في عندك تاريخ بدايه التشغيل كذا كذا كذا، كل هذا تمام. يعني نحن مع زبون اولا باول، وزي ما حكينا بتسجيلات سابقه يا جماعه قلنا ان العميل يبدا بتشغيل البرنامج فورا، ما في نوم، ما في تاخير، اسحب بياناتك واشتغل نيكست داي، اشتغل في اليوم التالي. اما بعد شهر وشهرين وسنه وسنتين ودافع مبالغ، اوكي، ما عندناش هذا القانون، تمام؟ هلا بنروح على مين؟ بنكمل على الملف، خلصنا السحب، بنيجي على مين؟ هون على الاعدادات. طبعا هذه اعدادات عامه، اعدادات اخرى. بنيجي على نواقص البيانات اللي وجدت. خلينا نشوف شو في عندنا هون. نواقص البيانات في الاصول الثابته، بنيجي بنعطيك تقرير بنقول لك والله في عندك نواقص ترحيل ارصده افتتاحيه ونواقص اعدادات في هذه الاصول، لانك مش مكمل الاعدادات انت، وانت لسه ما رحلت الرصيد الافتتاحي للاصول الثابته من نبهة، اوكي؟ بتيجي هلا للتصميم واعداد النماذج. التصميم زي ما حكينا الاصول الثابته هي موجوده عندك هون، اللي هو سجل الاصول وتحويل الاصول الثابته، لأن بتحول الاصول من مكان الى اخر، اوكي؟ عشان تعرف مع مين الاصل. سجل الرقابه، كل شيء تم تسجيله ما مسجل. ايش مكان التسجيل؟ ايديت، فويد، برنت، تعديل، اضافه، كل شيء موجود. وهذا لكل الانظمه، 10 موظفين، وصف الحاله و قوائم التذكير. نشوف شو فيها هون. فيها قوائم تذكير الاصول الثابته، اوكي، اللي هو التامين والرخصه ومسؤوليه الاستخدام وانتهاء الضمان. طبعا احنا بدنا نقول انه دائما نتذكر بالفيديوهات، نحن نتقبل ملاحظات العميل، الملاحظات السهله البسيطه، التعديلات على البرنامج ضمن الاطار الموجود، اوكي، هذا بنعمل اياها مجانا، لانه في النهايه بيخدم البرنامج وبنخدم العميل. ودائما بنقول في كل تسجيل احنا ما عندنا مندوبين من يوم ما فتحنا من 98. كل شغلنا الحمد لله سمعتنا القوية، المدققين بيعرفونا، والعميل الصغير بيكبر وبيجيبوا لنا شغل. Word of mouth. بنكمل هون. هلا بنيجي وين؟ خلصنا، بنيجي على التقارير هنا. هذه التقارير هنا موجود هون، هاي التقارير بنروح على مين؟ على الاصول الثابته، هاي التقارير الاصول الثابته، وبنيجي على هون. هاي التقارير بدك اياها، كل شيء موجود، وهي الصيانه. وما ننسى كل التقارير بتودع على اكسل، كل التقارير بتودع على اكسل، تمام؟ اخر شغله بدنا نشوفها اللي هي ايش؟ الترحيل الى الحسابات. هلا الترحيل الى الحسابات اللي بدي اقوله الاختيار اللي نحدد هون ترحيل حسابات من رحل الاستهلاك ومن رحل قيد التخلي عن الاصل. الاستهلاك والتخلي عن الاصل
وطبعا وقت ما نعمل الأرصدة الافتتاحية اوكي وين موجودة الأرصدة الافتتاحية؟ هي موجودة هون. حطينا الأرصدة الافتتاحية مع سوا، مين معاها؟ كمان معاها الأصول المستعملة، الأرصدة الافتتاحية للأصول، شايفين؟ حطينا كل الأرصدة الافتتاحية موجودة مع سوا هون، تمام؟ فهذه العمليات الترحي للأصول الثابتة مع الأرصدة بدك تيجي هون تعملها، وهون بنعملها التذكيرات زي ما شفتوا انك انت لسه مش مرحلة. واضح الكلام؟ هذه ما يتعلق في تحدثنا عن بيجي من قائمة الأصول، تحدثنا عن الملف، وتحدثنا عن التقارير تبعتها، وتحدثنا عن الترحيل للعمليات المحاسبية. طبعا بدنا نقول لكم انه بحسب شهريا استهلاك، وفي عندك قوائم كتير وتقارير، يعني ما بدك قلب ورقة اطلاقا. والاستهلاك مربوط مع المشروع، مع البروجكت، يعني لما انت استعمل، شوف يا جماعة الاستعمال الصحيح للبرنامج بوفر التقارير، يعني من الآخر الاستعمال الصحيح للبرنامج بوفر التقارير. يعني إذا عملت انت نقل للأصل من مشروع إلى آخر أوكي، لما تشتمل استهلاك بحسب لك قديش الاستهلاك لكل مشروع. إذا أنت حضرتك ما عملت هيك، ما سجلت، مش هيعطيك تقرير. وهكذا في التسجيلات أخرى، ومن عند في هذا التسجيل ومن هو لازم ولابد من تتبع سياسة البرنامج من شان تحصل على كل التقارير اللي احنا فرجناك اياها. اوكي، في المحاسبة في تقرير سنة نحكيه، خلينا نحكي واحنا موجودين هون. مثلا هون تقارير، وهون في عنا ايش؟ تتبع المشتريات. شوفوا يا جماعة، جينا شوية على المحاسبة، فواتير موردين، فواتير موردين غير مدفوعة، التكاليف والمصاريف، لا آسف، هي متابعة حركة سير نظام المشتريات. هذا مش راح تكون كاملة إلا إذا كنت متبع نظام الورك فلو سير عمليات. إذا مش مفعلها مش راح تكون هذه صحيحة. خلاص؟ وأيضا بالنسبة نفس الكلام تقارير مبيعات، نفس الفكرة موجودة هون. خلينا نشوفها موجودة ولا لا. أوكي، هيها متابعة عمليات البيع. أوكي، فواتير عملاء، رسم بياني، فواتير عملاء غير مدفوعة، رسومات بيان، قائمة الفواتير المرتبطة مع الأشهر. هذه التقارير مش راح تشوفها إذا ما كان خاصة متابعة أو تتبع، إذا ما كان إيش؟ ماشي على التسلسل وعلى النظام وعلى الإعدادات. وطبعا هذا الشيء في كل الأنظمة، ليس فقط في المحاسبة أو الأصول الثابتة. دائما رجاء ابعثوا لنا ملاحظاتكم، اكتبوها، ابعثوا على الواتساب أي شيء بكم إياه، واليوتيوب ضروري الاشتراك فيه لأنه دائما في فيديوهات. بتأمل أنها تكون مفيدة، وبليز أعطونا تعليقات عشان نعرف حالنا. تمام؟ شكراً.